هدية الفصل النهائية للبنوار بالكولشال للأطفال قطعة واحدة. خليكم معايا باش تتابعوا التفاصيل خطوة بخطوة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وفي احسن حال. في هذه الحصه غادي نفصلوا بنوار للاطفال بالكولشال، البنوار للاستحمام. غادي نحتاجو لثوب الفوطات فيه في الطول 1.40 متر، في العرض 50 سنتيم. طول البنوار غيكون 38 سنتيم. اذا بغيتيه يكون طول فما عليك غير تزيدي في المسافه ديال العرض، بدل 50 خدمي ب 55 صافي او اكثر. تابعوا معايا دابا في الطول، عندي 1.40 متر، هذا الطول. انا الثانيه الثوب من هنايا عندي 2. ف ايا كان العمر ديال الطفل ديالك باش تعرفي كيفاش غتحصلي على الطول، غتعبري هاد المسافه المتنيه. خصك تلقاي هنايا الطول زائد الثانيه ديال الديل، وغادي تخلي هنا واحد المسافه ديال الكخوازور. هذا بالنسبه للاطفال الصغارين ديال الرضع حتى العام، غنخلي 2 سم 3 سنتيم صافي. يعني تحسبوا الطول زائد المسافه ديال الكروازو، هذا اللي كاين. اذا هنايا عندي تساوي متني، قلت على 2، غادي نولي نجيب هاد الجهه المتنيه بحال اللي كنعملوا في الكلوش. ها نجيب هاد الجهه المتنيه من هنا لعند هادي، ولكن غنخلي ديك سنتيمين ثلاثه ديال الكروازو، لان قلنا البنوار بالكول شالياك. فالبنوار ملي كيتلبس كيكون هكايا الجوايه هاد الامل كيكونوا عندنا هنايا متعانقين. فهذيك المسافه اللي جينا كخوازي خصنا نخليوها هنايا، قلت من 2 سم 3 سنتيم. غنقلب لعندكم الثوب باش تشوفوني مزيان شنو كنعمل. الكتف عندي فيه 10 سنتيم، غادي ننزل من هنايا بالمترو حتى نلقى 10، نرسم خط صافي. تركيز عندي 16، غادي نحسبو من هذا الخط، عندي 16 سنتيم. ربع السطر عندي فيه 17، حط علامه هنايا. طول عندي فيه 38. نعمل 21 سنتيم 22. ونلاقي بين النقط بخط هكذا. طول الكم هنحسبه من هنايا، عندي فيه 30 بالخياطة. لاحظوا معايا البنات، هاد الجهة هادي راها كلها متنية. قلنا الطول غادي نخدموه من هذا الخط 30، والعرض ديالكم، العرض ديالكم غادي يكون 8. غادي نصل هذه النقطه بهذه الصدر ونشد الفتحه ديالكم صافي. هذا البنوار تبين لكم هذه الجهه ديال الديل. فهاد الركن كاينه عندنا زاويه حاده، فلا بد ما نخففوها بواحد القوس هكذا. هنايا كيبقى لينا واحد شويه الثوب، غادي نفصلوه، هو اللي غادي يعطينا الحزام ديال البنوار صافي. كملنا الفصاله، اذا غادي نمشيو بحال هكذا، طلعوا ودوروا مع هاد القويص وصافي. هاد الجزء هذا راه كيبقى لينا في البنوار، هو اللي كيعطينا الفورمه ديال الكولشال. في الجنب نطلع بسنتيم ونقطع قويس صافي. دابا غادي نفتحو باش نوريكم كيفاش كيتخيط. هذه الجهة الامام تكون مديالة، وهذه الجهة الثانية تكون مديالة. هاد الجزء اللي عندنا من هنايا على شكل زاويه هو اللي كيعطينا الفورما ديال الكولشال، كنتنيوه هكذا
مداح أسهل بنوار بالكولشال في الكوكب، وهذا وما كياخدش وقت طويل، يتفصله في دقائق. الخياطة غادي نمشيو هكذا وهكذا، وفي جهة هاد الكول ندوزو بالسورجي أو نعملو البيي اللي بغيتو. كتبقى ليكم التنية ديال التحت غادي تعملوها على سنتيم، صافي هذا ما كان. باش تجيكم الخياطة ديال الكمام سهلة، غادي تخيطو على العرض هو الأولاني ياك، من بعد عاد غادي تنيو تاودنا الداخل وتخيطو، صافي. القياس اللي خدمناه يناسب الاطفال من الولاده لحوالي 4 شهور 5 شهور. للاشاره فانا هنايا عملت شويه عريض، تقدروا تنقصوا له العرض من هذا العمر، تخدموا مثلا غير ب 18 19 كافيه. من الاطفال من 5 شهور لسنه غادي تزيدوا في الطول، تزيدوا في الفتحه ديالكم وكذلك في الفتحه ديال هذه البلاصه، ضروري باش البنوار يكون مريح على طفلك. لذلك غادي تحتاجي في الطول اكثر من متر واربعة، في العرض اكثر من نصف متر، ها باش كيبقى لك الثوب كتبقى لك مسافه فين تعرض لكم، واضح. ومن الاطفال اكثر من سنه غادي تحتاجون الجدول ديال القياسات، انا خدمت معاكم في درس مستقل وشرحت الطريقه ديال تطبيق هذه القياسات كلها. آمل أنكم تكونوا استفدتوا معايا وأضفتوا لرصيدكم معرفي معلومة جديدة. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم سالمين.